الأصحاح الرابع عشر. ونظرت فرأيت حملا على جبل صهيون ومعه 144 ألفا ظهر اسمه واسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء مثل هدير المياه الغزيرة أو دوي الرعد الهائل، وكأنما هو أنغام يعزفها لاعبون بالقيثارة وهم يرنمون ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الكائنات الحية الأربعة وأمام الشيوخ، وما من أحد يقدر أن يتعلم الترنيمة إلا 144 ألفا المفتدون من الأرض. هؤلاء هم الذين ما تدنسوا بالنساء فهم أبكار، هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل أينما سار، والذين تم افتداؤهم من بين البشر باكورة لله والحمل. ما نطق لسانهم بالكذب ولا عيب فيهم. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء معه بشارة أبدية يبشر بها سكان الأرض من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، وكان يصيح بصوت عظيم: خافوا الله ومجدوه، جاءت ساعة الدينونة، فاسجدوا لمن خلق السماء والأرض والبحر والينابيع. وتبعه ملاك ثان آخر يصيح: سقطت بابل العظيمة التي سقت الأمم كلها من فورة خمر زناها. وتبع هذين الملاكين ملاك آخر يصيح بصوت عظيم: من سجد للوحش وصورته وكان موسوما على جبهته أو يده فلا بد أن يشرب من خمر غضب الله المسكوبة من غير مزج في كأس غضبه، ويقاس عذاب النار والكبريت أمام الملائكة الأطهار وأمام الحمل، ودخان عذابهم يصعد أبد الدهور، لا راحة في الليل والنهار للساجدين للوحش وصورته ولمن يوسم باسم الوحش. هنا صبر القديسين الذين يتمسكون بوصايا الله والإيمان بيسوع. ثم سمعت صوتا من السماء يقول: اكتب هنيئا للأموات الذين يموتون منذ الآن في الرب. فيجيب الروح: نعم، فيستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم تتبعهم. ونظرت فرأيت سحابة بيضاء جلس عليها مثل ابن إنسان وعلى رأسه إكليل من ذهب وبيده منجل مسنون. ثم خرج من الهيكل ملاك آخر يصيح صياحا عاليا بالجالس على السحابة: خذ منجلك واحصد، جاءت ساعة الحصاد ونضج حصاد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصد الأرض. وخرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء ومعه أيضا منجل مسنون. ثم خرج من مذبح الهيكل ملاك آخر له سلطان على النار، فصاح صياحا عاليا بالملاك الذي يحمل المنجل المسنون: خذ منجلك المسنون واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج. فألقى الملاك منجله على الأرض وقطف كروم الأرض وأفرغها في معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة في خارج المدينة، فجرى منها دم على ارتفاع لجم الخيل إلى مدى 200 ميل.